الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. في سنة سعيد كتاب التطبيق، كتاب التطبيق باب التجافي في الركوع. قال أبو مسعود: أنا بس بأوقظك لتعلم من الراسخ من غير الراسخ أنت كمان، عشان أصلا ما يبقاش الضربة من أقرب الناس إلينا الذين يسعون للطلب ويجتهدون، فلا يفهم ولا يفقه من الراسخ من غيره، وتأخذه برضو ما أن احنا يعني ونجلس جميعا وسنتباحث ونتدارس ويكون مجلس السماع والإجازات. أي إجازات؟ أنا أقول لك أخذها مني واحفظها جيدا، إن جاءتك الإجازة وأنت نايم في بيتك خذ 100 إجازة وأنت نايم في بيتك، ما تحضر السماع، مش هيفيدك شيء، واحد بيسرد ويقرأ، مش هيزيدك فيه شيء إلا إذا كان ضابط متقن وسيعطيك ملح العلم عند القراءة أيضا وتأخذ الإجازة، لكن الإجازات خذها، خذ الإجازات أجرها، أجر الإجازات، لكن تعلم على الراسخ. باب التجافي في الركوع، قبله مواضع أصابع اليدين، لا 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 أخذته أنا هذا، أنا شرحته هذا. وقال: حتى استقر كل شيء منه قلت لكم هذه علامة على الطمأنينة وهما أنت يا أم الأبرار. روى المصنف عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه رضاه قال: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر، فلما ركع جاف بين إبطيه، هكذا جاف بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله. شوف هنا الآن دلالة واضحة جدا على أن التعليم بالصورة، وهذه أيضا أخذوها بالبروجيكتور يعلمون الناس عمليا، وهذا يجعل الذهن الخريطة، تجعل الذهن في الرأس فيها ما فيها من الثبات في هذا الباب. والتعليم يكون التعليم بالحركة، التعليم بالفعل، وهذا احنا قلنا قبل رمضان سنجعل أخ يصلي ركعة كاملة فيها ما فيها من السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان فقال: قام فكبر، فلما ركع جاف بين إبطيه. أراد أن يبين هذه المسألة، يبين أنه كان يأخذ بيده هكذا على ركبتيه ويجافي بين إبطيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يكون الظهر طبقا يعني واحدا. لو وضعت الماء رانجر لا، فقال: حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه حتى اطمأن. أيضا استقرار هو رجوع الفقار لمكانه. قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، واركع حتى تطمئن قائما. وقلنا قول الجمهور خلاف الحنفية بأن الطمأنينة في الهيئة ركن من أركان الصلاة، وفيها أيضا بيان أنهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فينقلون ذلك للعامة حتى لتعلموا أن فعل النبي تشريع، أن فعل النبي تشريع. قال: باب الاعتدال من الركوع عن أبي حميد الساعدي، وهذا حديث ثابت. قال: حدث أخبارنا محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان من أساطير المحدثين، قال الثوري عنه شيطان من شدة الحفظ يعني. قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر ومن ثقات الأثبات، حدثني محمد بن عمرو ابن عطاء ومن ثقات عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو أيضا ممن روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكشف لنا عن أفعال النبي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه. شوف إذا كان ركع اعتدل مستقيم، وسنبين ذلك عمليا إن شاء الله، مستقيم يعني لا يصوب الرأس هكذا يصوب الرأس، لا ينزلها هكذا ولا يرفعها هكذا، يصوبه، ويكون أيضا اعتدال الظهر، فلم ينصب رأسه ولم يقنعه هكذا، نعم، ووضع يديه على ركبتيه. طبعا هذا هو أنه يقبض آخذا بركبتيه، لا التطبيق الذي كان في أول الإسلام وقد نسخ. وهنا أيضا فيها الاعتدال في الركوع، والاعتدال في الركوع ركن من أركان الصلاة، الاعتدال في الركوع ركن من أركان الصلاة. طيب نقف عند هذا الباب. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع. الفائدة الثانية: فضل الصحابة في إتقان النقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريع للأمة عامة، وهذا دلالة على أن الله اختار الصحابة على عينه، ولذلك نحن أيضا نرد عليهم بهذا الباب، نرد بهذا الباب ردا قويا في هذه المسألة، وهي
أن الصحابة هم أعلم الناس. الصحابة هم أعلم الناس، ما في أعلم منهم. الصحابة هم أعلم الناس، وهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ربهم على يده. ائتوني بواحد واحد فقط من الصحابة قال الاستوى استيلة، أو قال النزول نزول نزول رحمته أو نزول ملائكته. ائتوني بواحد واحد فقط من الصحابة، ما نريد إلا واحد فقط من الصحابة قال ذلك. سبحان الله. وهذا فضل الصحابة، هم أعلم الناس بمراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الهيئة في الصلاة من الأدب مع الله جل في علاه. اعتدل اعتدل ركعا، اعتدل قائما. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.